معاناة أخرى تضاف إلى معاناة اليمنيين في الخارج، وخصوصا المرضى منهم والطلبة الدارسين الذين أصبحوا يواجهون مشكلة كبيرة في العودة إلى بلدهم بعد الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران اليمنية التي وصلت إلى مبالغ كبيرة لا يستطيعون دفعها. من 3000 تذكرة ل 7000، من 7000 ل 10000، أعلى تذكرة تعتبر في العالم التذكرة اليمنية. ليش؟ عشان نحن في حروب، المفروض ان احنا في حروب وفي المشاكل يراعونا. اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج التي شملت العديد من الاتحادات الطلابية أصدرت بيانا استنكرت فيه هذا الارتفاع المبالغ فيه، مطالبة بالعدول عنه أو استثناء الطلبة لعدم قدرتهم على تحمل النفقات الكبيرة، وخصوصا بعد إيقاف المخصصات المالية من قبل السلطة الانقلابية في صنعاء. لكن شركة الطيران بدورها اكتفت بالتبرير لما قامت به، معللة ذلك بأنها تعرضت لخسائر في الفترة الأخيرة وهي تسعى الآن لتعويضها ولو على حساب المرضى والدارسين، حتى تتحقق كافة المطالب وترضخ الخطوط الجوية اليمنية لمطالبنا كاملة والمتمثلة فيما يلي: إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الزيادة المفاجئة في مايو الحالي إلى الأسعار ما قبل أزمة إبريل 2015. إذن هي المعاناة ترافق اليمني أينما حل وارتحل، وكأنها قدر عليه بحكم الانتماء لوطن اسمه اليمن.